نحن هون عم نتحضر من خلال النشاطات لنعرف شو هي مشاكلنا ونقدر نوصلها بطريقة كتير واضحة وأفضل للمسؤولين كرمال هني يأملوا لنا مستقبل أفضل وأحلى. أنا اليوم هون كرمال طالب بحقوق الطفل. أنا بشجع كل طفل يوصل صوته يطلع يقول أنا الطفل وإلي حق. جمعنا 170 طفل بيمثلوا جميع الأطفال بلبنان في جميع المحافظات، اشتغلوا هؤلاء الأطفال مع بعضهم ليحددوا شو هن أولوياتهم وشو هن المشاكل والهواجس اللي عندهم، وجربوا يلاقوا حلول وتوصيات تساعدهم بتحقيق أهدافهم. بتمنى على الكل إنه يتقووا وما يعتنهم شيء ويجوا ويحكوا لأنه الصوت هو اللي بيوصل بالنهاية. جينا نطلب منكم إنه تسمعونا وتعطونا رأيكم بالمشاكل يلي عم نواجهها. الطفل ما عم يتأمن له احتياجاته اللازمة وعم يصير في قلة احترام للشخص الضعيف أو اللي عنده احتياجات خاصة. كتب والشنطة عم بيكونوا كتير تقال. بمشاكل الطلاق الولد بيضيع وبتشرد. ما في بقى مطارح لسيئة البسكليتات، ضجة على الطرقات، عجقات سير. مجتمعنا عم يتدمر من وراء تجار المخدرات. أصبحت نسبة التلوث مرتفعة بسبب الناس الذين يرمون النفايات في الطرقات. بطلب منك إنه تعمل نشاطات نقدر نشارك فيها. المسؤول، المدرسة والأهل. المسؤول، الأهل ووزارة العدل والمحكمة. المسؤولين هن قوى الأمن ووزارة الشؤون الاجتماعية. لازم يصير في خدمات مجانية للأشخاص اللي عندهم احتياجات خاصة. على المحاكم تكون عادلة أكتر وتكون الأولوية هي الطفل. وبإذن الله رح ناخد وعد منكم إنه رح نلاقي النتيجة.